ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. بصوا بقى احنا عملنا ايه، عملنا عجينه بيتزا لطيفه جدا، واحنا خمرناها ساعه، اختمرت ساعه طلعت الحلوه الاموره دي، والصوص زي ما قلت لحضراتكم، بصوا صوص البيتزا وريكم اللي على النار. بسم الله، بس ابعد كده عشان بيطرطش صلصه كتير. بصوا بيهدى ويبرد يجنن، بصوا الجمال. اللي عايز يضيف صلصه يا جماعه يضيف، دي على لون الطماطم ما فيهاش حاجه اتضافت، خلاص هرجعها تاني بس تصفصل وتتقل شويه كمان، بس اول ما بسيبها تبرد ترجع تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. الصوص ده باخده في برطمانات زجاج، احط عليه شويه زيت زيتون، اخد منه معلقه نظيفه، ما ينفعش اخد المعلقه احطها في عجين وارجعها تاني برطمان، لا نو، علشان دي هتبوظه، فاحنا لازم ناخد شويه منها في طبق نتعامل بيه، ونقفل نحط على البرطمان تاني شويه زيت ونقلبه على وشه، تحته منديل متطبق في الثلاجه عشان ما يعفنش. طيب انا اختمرت العجينه، بصوا دي عجينه خمرانه، اخد منها دايره كده اعمل ايه، بيتزايه ما هياش ميني قوي يعني، مش الصغير قوي، لكن ايه الوسط اللي هو يبقى مشبع برضو للولاد. بصوا كده، بصوا العجينه بقى ما بتخمر بعد ساعه بتفرق، خلاص هنشكشكها بالشوكه برضو، ليه؟ عشان ما تنفخش قوي، عشان احنا ندخلها الفرن على طول ان شاء الله. بسم الله، اتفقنا ان لو بنعمل حاجه من الحاجات اللي هي فيها فواكه البحر، اولا الجمبري بيتحط ني ولازم يكون فريش وطازه، حلو. طيب لو هنعمل بقى بالتونه، التونه لازم تتنقع فيه خل وتتساب 10 دقائق ربع ساعه، وبعدين تصفوها وتعصروها كويس قوي، وبعدين تحطوها على الخليط ده. عايزه اقول لكم الصوص ده بالريحان والروزماري والزعتر اللي حطيناه، احنا حطينا الريحان فريش والزعتر والروزماري جاف، حمصوه الاول بعد اول تحميره بالزيت. بصوا باخد كده الحلوه دي، والله حاضر يا حبايبي، بس كده من عينيا. ناخد الصوص ونروح هنا، بسم الله، ناخد كده البيتزات الحلوه دي، مش عندي حشو كتير يعني، حاجات بسيطه كلها اهو. وتعالوا هاخد شوكه الاول اعمل كده في العجينه عشان انا مش عايزاها تنتفخ زياده. حاضر كده، شايفين حضراتكم، ويلا بينا نعمل الصوص بتاعنا. اهي عجينه البيتزا كده، حتى تلاحظوا الجاهزه اللي بتبقى بتتباع في علب كده في السوبر ماركت، هتلاقوها متخرمه كده، تفتحوها تلاقوها متخرمه كلها كده، الدوائر 4 دوائر مع بعض، في منها على فكره غاليه جدا، العلبه فيها 4 بتوعات قد كده، يعني اكبر من اللي انا عاملاها دي بشويه، معديه ال 100 جنيه والله، حاجه يعني غريبه جدا مش عارفه ازاي، بس ماشي هنتحايل على الموضوع، نعمل بقى حاجتنا في البيت، وما شاء الله تعملي بقى صوصات وتعملي كاليزوني وتعملي اعملي في نفسكم بقى. تعالوا بقى ناخد معلقه كده ونسمي الله، بصوا الصلصه، تعالوا بقى بسم الله. لا استاذ فضل انت لازم تبقى معايا يا فندم، يا سلام، بصوا ما باخدش عنده الحروف قوي، في ناس بتطلب البيتزا دي بتبقى اكسترا صوص، يعني ايه البيتزا عاده ليها معدل، معدل للصوص معين، ريسبي يعني بمعايير معينه. طب ما اخدها جنبي، ايه رايك يا استاذ فضل كده طيب يا فندم، بصوا كده، ففي لان العجينه بتدخل بقى الفرن تروح متشربه شويه من الصوص ده، لو الصوص ده مش جوسي تحسوها ناشفه كانكم بتاكلوا عيش، انا بقى بحب ازودها شويه، يعني ايه عشان هي تاخد اللي هي تاخده في التسويه، بس تطلع شويه فيها شويه صوص كده تتبسطوا بيهم في وسط الايه الحشوه اللي حضراتكم حاطينها فيه. وما باخدش الطروف الحقيقه، طروف ما باخدهاش اهو كده، واخد كده شايفين اهو، اللي ما بيحبش يحط توم فريش يحط توم باودر، شوحوا وحمروا وحمصوا اللي هي الزعتر والروزماري، لو عندكم ريحان جاف انا حطيته فريش بس طعم تاني خالص بقى، مش قادره اقول لحضراتكم على جماله. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده، شايفين ازاي؟ معلش عشان ايه النظام نظام برضو،
ما بتتحرق بتعمل ريحه كده مش حلوه، ما بتلزقش في العجينه بتاعتي. طيب هاخد اول حاجه، بحب الاول احط طبقه كده الاول شويه تحت، دي لما بحط عليها كده شويه تحت تخلي الخليط كله يمسك معايا. حلو الكلام اهو. اما بحط بقى فوق لسه هحط تاني، بس انا بحط اول طبقه ليه؟ لو عندكم بقى اي انواع تانيه تخلي اللي انا هحطه فوق الجبنه يلزق يمسك. شويه فلفل بقى زي دول كده، فلفل اخضر شايفين، حاجات بسيطه كده. اي بقى حشوه عند حضراتكم عملتها بحاجه بسيطه عشان تشوفوا شكل العجينه بس، ده المهم بالنسبه لي دلوقتي. شايفين بنقطع شرايح رفيعه، حطوا فلفل الوان لو انتوا عايزين تحطوا مشروم ماشي، بس لازم لو انتوا هتستخدموه علب اذا تكرمتوا صفوا من الماده الحافظه وفي مصفى واشطفوه تحت الحوض في الحوض لاحسن تعملوا زي لينا وتاخدوا من اللي تحت الحوض كده. هناخد بقى كام زيتونيه، البيتزا بتاعه التونه بتحب قوي الزيتون الاخضر، الزيتون الاخضر المخلي بيبقى روعه معاها الحقيقه يعني. اسمحوا لي بقى مع حضراتكم هروح ايه اهو، ايه رايكم وحدات كده عجبتك يا نودي؟ بصوا بقى لا لما تطلع بقى، بصوا لما تطلع حط عليها ريحان، تعالوا بقى نزود كده. حاضر يلا يا حبايب قلبي حاضر من عيوني، لما تطلع بقى اجملها لكم بالايه بالريحان شويه، كلوها بقى بالريحان الطبيعي ده، عايزه اقول لكم روعه. انتوا تيجوا عندي انا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ايه ناويين بعد الحلقه على طول كده بسرعه كده هنا ده؟ يعني مفيش طب مفيش مثلا نعمل لنا كذا، طب في فرق يوم بس 24 ساعة بس تيجوا تنوروني يا روح قلبي والله. العرض ده ساري للبنات فقط حضرتك، معلش يا فندم احنا اسفين، بيقول مخرجنا بيقول انا كلية اعلام قسم مخبوزات، استاذ فضل كل حلقاته معايا فيها مخبوزات، تسلم ايدك. بصوا كده مخبوزات ده في قسم جديد يا ندى بصوا بقى نحطها بس اخف الحراره، دي بقى عايزه حراره ايه 200، حلو قوي علشان الفرن يبقى سخن قبلها بتلت ساعه قبل ما ندخل البيتزا، البيتزا تحب الفرن السخن بس طبعا مش قوي عشان ما يتحرقش. بصوا الجمال، يلا بينا نقفل، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا بقى عجينه بسيطه وجميله وسهله ان شاء الله تعجب حضراتكم، عجينه الكايزر. يلا نعمل العجينة الكايزر، تشكيلها بسيط، أنا هقول لكم الأساس وحضراتكم اعملوها بقى وشوفوا شكل الكايزر طالع عامل إزاي. يلا بينا. أنا الحلة بتاعت العجان بتاعتي فين يا أبو حميد يا غالي؟ أيوه حلة العجان والنبي يا نودي. بس كده عشان إيه نشتغل. تعالوا ننزل المقادير ونقول مع بعض مقادير العيش الكايزر بسيطة كده وجميلة. بسم الله، عيش الكايزر عندي كوبايتين ونص من الدقيق، عندي كوبايتين ونص من الدقيق، 500 جرام، كوباية مية تقريبا 250 مللي كوباية المعيارية، عندي معلقتين سكر، وعندي معلقة كبيرة من الزيت، زيت بقى نباتي زيت زيتون اللي يريح حضراتكم، عندي معلقتين من الخميرة تقريبا 15 جرام، عندي رشة ملح، عندي بيضة اختياري، في ناس تحب تحط البيضة جوه الخليط وفي ناس ما تحبش، انتوا زي ما تحبوا، هي في الاخر اختياري، ممكن تعملوها من غير. اصلا العيش اللي بيبقى فيه نسبه بيض ده عايزه اقول لكم بيبقى مغذي قوي وبيبقى رائع. بعد كده هنعمل عيش بقى بمنكهات تانية هيعجب حضراتكم قوي. عندي سمسم ابيض وطبعا بخاخه ميه. حلو الكلام، كلام جميل. بسم الله، تعالوا ناخد المكونات بتاعتنا. عجينه عاديه جدا، عايزين تخمروا العجينه مع السكر الاول وتخلوها تبقى تنفش، مفيش مشكله. انا هاخد الخميره مع السكر، لازم يبقى عندي رشة ملح. بسم الله، هاخد بقى المكونات الحلوة دي وإيه نقلب تقليبة حلوة، هننزلها هنا
في ناس تحب تعجن باللبن. اللي انتوا عاوزينه ده يرجع لحضراتكم. انا خلاص انا هعمل عجينه بس فقط لا غير. انا للامانه هحط البيضه، انا بحب غزي الولاد قوي. بسم الله، ادي البيضه. الكايزر ده اساسه من النمسا، وتكريما للامبراطور فرانس جوزيف الاول، يطلق عليه لفه فيينا او اللفائف الصلبه. تعالوا كده ايه نقلب تقليبه حلوه. هاخد الميه الفتره اللي مجهزها لي ندى. بسم الله هنقلب. ونسيبه يتعجن شويه. يا سلام، بسم الله. ارفع كده، خلوا بالكم العيش يحب يبقى استكي شويه، بيلزق سنه. فانا بس ايه هزود هنا معلقتين كده، عايزه اظبط الايه لان دول اقل من نص كيلو. بسم الله. معلقه الزيت تعالوا نبص على شكل العجينه كده عشان قصده تبقى حاجه شكل ايوه هي دي. بصوا كده حلوه قوي، بس هديها معلقه كمان يعني تقل ايه تلزقها عن كده حاجه بسيطه، وهوريكم بقى التشكيل يبقى ازاي. بسم الله. بدات بقى ايه تلف كده، تبقى بتلزق بس مش قوي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلعها، هجيب كده بوله، بوله نظيفه. ريحه البيتزا عامله شغل عالي يا جماعه، مش قادره اقول لكم عامله ازاي، الريحه تجنن. نهار ابيض، تعال يامي 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 يامي. نهار ابيض. يا نهار ابيض يا اولاد. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. نشف بس البولة دي كده، وبعدين العجينة هطلعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بصوا فيها تلزيقة. انا عايزة دي بقى، المطة اللي حضراتكم شايفينها دي هي اللي هتطلع العجينة هشة وحلوة. يلا بينا، تعالوا بقى ناخد العجينة دي. نقطة بس كده، بس من الزيت هعمل كده. وتعالوا بقى هاخدها، اخد منها قطعة نشكلها على الصاج. يلا بينا. بسم الله، ادي الصاج مدهون زبدة كويس قوي، اسفة زيت. وايه وناخد التشكيله بقى. التشكيله بتاعت العيش لازم يبقى استكي كده وفيه مطه، عشان انا هناخد مثلا ايه 70 جرام على حسب الرغيف انتوا عايزينه قد ايه. خليني بس ايه احط في ايدي هنا نقطه زيت، نقطه واحده بس كده. حلو، هاخد كده مثلا، هو هينتفخ هيبقى كده اهو، شايفين ازاي؟ هاخده بقى هنا اللي هو كده، العيش يبقى كده، هلفه بين الصباعين دول. الجزء اللي تحت اللي فيه القفله المفروض اللي انا بعمله كده واقفله، عارفينه ده، لازم يبقى لتحت كده زي الايه السره كده.
حلو الكلام اهو، هعمل كده بلمها كده وهاخدها هنا. خليني بس ايه اخد نقطه زيت كمان اهو، اهي اهي. يلا بينا ونعمل كده، العيش الايه الكايزر الحلو ده ياخد التدويره الحلوه دي، ويلا بينا. وهسيبه بقى على الصاج هنا، مش هعمل فيه اي حاجه غير اني هحط عليه رشه ميه بسيطه جدا، ممكن تبقى كده كده كده، وهحط عليه السمسم. هسيبه يخمر. العجينه دي لازم تخمر الاول ساعه، وبعدين نشكلها الكور دي ونسيبها نص ساعه قبل ما ندخلها الفرن. بتحط ال 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 الني كده بالشكل ده، السمسم الني. بسم الله الله اكبر ما شاء الله. اتفضلوا البيتزا وندخل العيش، بس انا هغطيه الاول بورقه زبده. انا معايا ورقه هنا اهي، بغطي الورق كده العيش الكايزر كده بورقه، واسيبه نص ساعه بعد التشكيل كمان. هيطلع ازاي هتشوفوا حجمه بقى كده، الحجم ال 70 جرام هيبقى ازاي، مخرجنا هيجيبه حالا تشوفوه. شوفوا البيتزا بقى طلعت عامله ازاي، يا نهار ابيض على الجمال. خليني ما المسهاش دلوقتي الا لما ايه تبقى في التمام. اهي البيتزا يا ولاد، يا نهار روعه، الله اكبر. العيش ده لازم يتبخ ميه يا جماعه، بخاخه فيها ميه، بخاخه فيها ميه، لازم ارش العيش قبل ما يدخل الفرن. ولو حابين تعملوا الخطوه دي مره تانية في الفرن وهو قبل اول ما يجي طالع من الفرن يبقى تمام. وادي البيتزا قدام حضراتكم، عملناها وخبزناها، وصلصه البيتزا الحمد لله عملناها من الالف للياء من الطماطم بتاعتنا اللي انتوا بتحبوها، حاجه طبيعيه ومعموله في البيت، ولا صلصات ولا حاجه، انا ما ضفتش حاجه. عايزين تستغنوا عن الكاتشب استغنوا، ضيفوا معلقه سكر عشان تدي طعم حلو صلصه البيتزا. عملنا الباتيه سريع اللي قلنا عليه ما ياخدش منك وقت، سيبيه بس يخمر تخمير اول ساعه كعجين، نقطعه وبعدين نشكله ونسيبه يخمر تخمير تاني على الصاج، يطلع بالشكل ده. بنلفه كده، احشوه جبنه بيضاء، احشوه زعتر، احشوه جبنه رومي، احشوه اللي انتوا عايزينه. عملنا كمان البيتزا، وعملنا العيش الكايزر للساندوتشات في البيت بشكل جميل. قلنا هنرش ميه قبل دخول الفرن، هنرش ميه بعد خروجنا من الفرن، ولازم المخبوزات تتغطى بعد خروجها من الفرن، بالذات العيش والباتيه والكرواسون، علشان يفضل محافظ على طراوته. فوطه مطبخ نظيفه لازم حضراتكم تحافظوا عليه. انا طبعا اتمنى يا رب ان الوصفات تنول اعجابكم، تعملوا للولاد حاجات حلوه في البيت بايديكم تبقى جميله ويسعدوا بيها ويفرحوا بيها. اسمحوا لنا بقى ننتقل دلوقتي الى الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه، مستنياكم.